لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله، قال: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب، أو لو كان حتى هناك يعني مسوغ يسوغ العقاب فليكن العقاب على قدر التأديب، على قدر التأديب. أما الزيادة والتعذيب فهذا منهي عنه. وذكر يعني الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث وآية واحدة، قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية يأمر الحق سبحانه وتعالى فيها بالإحسان إلى الأنواع المذكورة، لا سيما ملك اليمين. ملك اليمين فهو ربما يكون أضعف هذه الأنواع فيجترئ عليه الناس فيعني ربما يعذبونه ويعتدون عليه ونحو ذلك. وبين الحق تعالى أيضا في الآية أنه لا يحب من أساء إلى هؤلاء ولم يحسن إليهم. وأما الأحاديث فذكر الإمام رحمه الله تعالى نحو يعني 7 أو 8 أحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: متفق عليه. قال: خشاش الأرض هو هوامها وحشراتها، هوامها وحشراتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، أي عذبها الله يوم القيامة في هرة، يعني القطة المعروفة، حبستها حتى ماتت، يعني حبستها في مكان لا تستطيع أن تخرج منه هذه الهرة. وتعرضت هذه الهرة للجوع والعطش الشديد، وظلت هذه الهرة ربما ساعات أو أيام، ظلت هذه الهرة يعني تعبر عن جوعها وعطشها، ومعروف صوت يعني الهرر عندما تفعل ذلك، وهو صوت في الحقيقة يعني يبعث على أن الإنسان ينتبه. ومع ذلك هذه المرأة تركتها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حتى ما أطعمتها ولا سقتها، طيب لم تتركها حتى تأكل من الشوارع والأماكن والزرع والهوام والحشرات، ما تركتها حتى ماتت هذه الهرة. طبعا لك أن تتصور المشهد، أن الهرة عمالة طبعا تصدر أصواتا، ومعروف الصوت اللي بتصدره ساعة الجوع ساعة الخوف نحو ذلك، ومع ذلك لم تأخذها رحمة بهذا الحيوان الضعيف، بل لم تتركها حتى يعني تذهب إلى الطريق وتأكل من الطرقات. فكان عاقبتها وجزاؤها أن عذبها الله بالنار يوم القيامة. فهذا الحديث فيه الحث ابتداء على الإحسان إلى الحيوان، وفيه النهي عن تعذيب الحيوان
والضعيف خصوصا، وفيه العقاب الشديد لمن عذب الحيوان الحقيقة، فكيف بمن يعذبون الناس؟ نعم، وكيف بمن يعذبون أهل الإيمان لإيمانهم؟ نعم. وفي الحديث أيضا جواز إمساك، يعني ما يجوز إمساكه من الحيوانات بشرط الإحسان إليه وكفايته، يعني يجوز حبس عصفور، حبس هرة، حبس كذا، يجوز حبسه لكن بالإحسان إليه، على الوجه الذي يكون به الإحسان إليه فيكون هذا الحبس. ثم قال عنه، أي ابن عمر رضي الله عنه، أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، بعض الولاد الأولاد الصغار قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، نصبوا طيرا يعني جعلوه هدفا وغرضا، ربطوه في مكان وجعلوا يتخذونه غرضا، نعم، طيرا، طائر حي، نعم. قال وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، يعني مقابل يعني ان هو يسيب لهم الطير يعملوا فيه هذا الذي يفعلون. قال فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فهذا الحديث فيه النهي عن تعذيب الحيوان باتخاذه غرضا، وفيه إشارة إلى جواز اتخاذ الجمادات وما ليس فيه روح غرضا، يعني هيحط خشبة، هيحط حجر، غرض لا بأس في ذلك. وفي الحديث أيضا جواز لعن من يفعل مثل هذا، يقال لعن الله من فعل هذا كما قال ابن عمر لهم. وفي الحديث تحريم اللهو بالباطل، لأن هؤلاء يلهون بالباطل والعياذ بالله، تعذيب حيوان وإتلاف مال، الطير ذا له قيمة مالية ويتلفونه لأنه بعد ما يموت لا يؤكل. وفي الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، لا كما يفعل الناس يمر الواحد منهم ما أنا ماليش دعوة، لا، ابن عمر وقف بل رهبهم وقال لعن الله من فعل يعني هذا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، قال متفق عليه. قال ومعنى تحبس للقتل، تحبس للقتل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، إنه إنسان يعذب بهيمة يربطها لغاية ما تموت، والبهيم مقصود به أي حيوان، أي حيوان يسمى بهيما لأنه لا عقل له، أي حيوان، ممكن بعض الناس يربط كلب ويسيبه لغاية ما يموت، يربط مثلا يعني مثلا يعني حمارا، يربط مثلا كذا نحو ذا لحد ما يموت، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تعذيب لهذا الحيوان. إذن في الحديث فيه تحريم قتل الحيوان بحبسه حتى الموت، وفيه الحث على الرحمة بالحيوان. ثم قال وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، ما لنا خادم إلا واحدة، ما عندناش جارية يعني إلا واحدة، لطمها أصغرنا. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال رواه مسلم، وفي رواية سابع إخوة لي، إخوة سبعة عندهم جارية تخدمهم، واحد منهم كأنها يعني خالفته في شيء فلطمها على وجهها. انظر إلى الإسلام وإلى رحمة هذا الدين بالضعفاء. قال فأمرنا رسول الله،
صلى الله عليه وسلم أن نعتقها خلاص. يعني هذه الجارية كانت ملكهم مال خلاص، الكفارة أن يخرجوا عن هذا المال، صارت حرة لله، كفارة هذا. طب لو ما عملوش كده يعذبون في النار، أو يعذب من فعل هذا في النار كما سيأتي في حديث آخر. فهذا الحديث فيه سوء تعذيب، فيه سوء تعذيب الخادم، يعني غلظ هذا الفعل، وهو تعذيب الخادم والضعيف ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى الإحسان إلى الخادم، وعدم يعني إهانته وتعذيبه ونحو ذلك. ثم قال: وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي. الصوت بالسين، يعني المعروف، الصوت المعروف الذي يضرب به الحيوان ونحو ذلك. كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، من شدة الغضب مش قادر يفهم الصوت. قال: فلما دنا مني، أي الصوت يعني، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال: وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته، لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وراءه. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو للمستك النار. قال: رواه مسلم بهذه الروايات. هذا الحديث فيه الحث على الرفق بالخدم ونحوهم، فهذا أبو مسعود رضي الله عنه يضرب خادمه بالصوت، وهذا نوع من القسوة والشدة الشديدة في العقاب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبره أن الله أقدر عليه. وفي هذا تصديق للمقولة المشهورة بين الناس: إذا يعني دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وفي الحديث الحث على العفو وخضم الغيظ، النبي صلى الله عليه وسلم يحث: اعلم ان ربنا اقدر عليك من ذلك، فيعفو ولا تعذب. وفي الحديث عظم ذنب الاعتداء على الضعيف، يعني الاعتداء على القوي ظلما لا يجوز، فما بالك بالاعتداء على الضعيف ظلمان، هذا أشد. وفيه عقوبة من يعني اعتدى على الضعفاء، أنه يستحق أن تلفحه النار أو أن تمسه النار يوم القيامة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب غلاما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. فهذا الحديث فيه بيان كفارة ظلم الضعيف والمملوك خصوصا، يعني المملوك خصوصا، فإنه إذا ظلم الحر المملوك الذي يملكه وضربه وعذبه فكفارة ذلك هي عتقه. وفي الحديث الحث على الرفق بالضعيف. ثم قال: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، الأنباط يعني الفلاحون من العجم، الفلاحون من العجم يعني كانوا ذميين يعني. قال: وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فقال: ما هذا؟ قالوا:
يعذبون في الخراج، مش راضيين يدفعوا الخراج، يعني حاجة زي الجزية كده. وفي رواية حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. لا إله إلا الله. انظر. قال: فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. فدخل على الأمير فحدثه يعني في الأمر، فأمر الأمير بهم فخلوا. هذا مشهد يحكيه أحد الصحابة رضي الله عنه، وهو صحابي وأبوه ابن صحابي وهو حكيم بن حزام، أن حكيم رضي الله عنه رأى هذا المشهد، مر بالشام فوجد بعض الناس من الذميين بيعاقبهم المسلمون لأنهم لا يريدون دفع الجزية، وكأنهم يعني ظنوا بهم أنهم يماطلون، بأن أوقفوهم في الشمس وحطوا لهم زيت على رؤوسهم بحيث يعمل حرارة يعني في الجسد. فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. سبحان الله، الناس وهم يعذبون ذميين يعني ليسوا مسلمين، كفار، فكيف بمن يعذبون المسلمين؟ وكيف بمن يعذبون أهل الإيمان الصالحين؟ كيف هؤلاء؟ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. فهذا الحديث فيه تحريم تعذيب الناس بغير حق، وفيه الحرص على إقامة الأحكام الشرعية والسنة النبوية. الصحابي رضي الله عنه حريص أنه يقيم الشرع، بحيث أنه قال لهم الدليل على ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وفيه أيضا الدليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكتفي حتى بأنه هو أنكر عليهم، لا، بل دخل على الأمير وكلم الأمير في أمر هؤلاء. قال وعلي بن عباس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. حمارا موسوم الوجه يعني معمول له علامة بالحرق يعني في وجهه. فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من وجهه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه. الجاعرتين يعني ناحية الوركين للحمار، ناحية الوركين، لأن دول مكان قوي يتحمل، يعني الحمار لما حتى تجيب حاجة حديدة محماة يعني سخنة جدا وتحطها عند الوركين هتعمل علامة، لكن مش هيتألم منها. يعني لماذا؟ لأن المنطقة قوية جدا. وهذا كان يفعله الناس لأجل أن يعرفوا يعني دوابهم ويعرفوا دوابهم، لأن الحمير والدواب قد تشتبه، يقوم صاحب الشيء يعمل إيه؟ يعمل له علامة، وسم، يعني يعمل له علامة عشان يعرفه، عمل له وسم في الفخذ، الثاني عمل له وسم عند الرجل، نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الحيوان في وجهه. وأيضا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، ضرب الحمار على وجهه وعن وسم الحمار في وجهه. فهذا فيه النهي عن تعذيب الحيوان، وجواز لعن من عذبه، وجواز الوسم في الأماكن القوية من بدن الحيوان، فهذا لمصالح حفظ الأموال. نقف على باب تحريم التعذيب بالنار إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.